يلا متواصلين معكم بعد الحدث. سيدي علي حداد وسيكون حاضر معنا ومعكم على المباشر في تقديم ركن استوديو الصغار الحصه يعني تتابعوها اليوم في برنامج صباح الخير. عيد ميلاد حليم طير الزين تاعنا اليوم. كاش طاطا حليم ولا ما كان والو؟ لا كاطو ولا والو؟ انا نجيب لك عينيه ما خسرناش بك خويا. يلا على ذكر العينين نروحوا من العين، كنا نتهضروا على الودنين ونذوق العينين وروح الابتسامه. الابتسامه في وجه اخيك صدقه، هو شعار لنرسم الابتسامه، شعار واحده من الجمعيات الشبابيه الفتيه. انا تمنيت لو تكون وطنيه مش محليه، لكن معليش ان شاء الله يا ربي تصبح وطنيه. ايوب فرحي ومهدي توم. مهدي وايوب صباح الخير عليكم. صباح النور، شكرا على الاستضافه. واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. مهدي وايوب هكا. ايوب مهدي. ايوب مهدي وشادي بادي قال لي راسي وأعطى الابتسامه. طبعا انا نعرف الجمعيات نرسم الابتسامه وتكلمنا عليه ببرنامج صباح الخير وصدفناكم عند شحال، لكن اللي ما يعرفهاش حابين نعرفوها، ما هي هذه الجمعيه ولماذا سميتوها نرسم الابتسامه؟ جمعيه نرسم الابتسامه كنا بدات كفكره. ايوه. اجتمعنا هكا تاع الدار البيضاء، احنا جميعا من الدار البيضاء. الله يبارك. درنا خرجه لمصطفى باشا. شفنا بلي شباب مع بعضكم اجتمعتوا هكا. شباب. تخي بيان. خرجنا لمصطفى باشا، شفنا بلي المرضى فرحوا، ما قريك شغل دينا حاجه صغيره. ايوه. بصح الناس فرحوا بالفكره. احنا شفناهم. واش قدمنا. قلنا علاش ما نرجعوهاش جمعيه وتفاهمنا والحمد لله ولات جمعيه. شحال عندكم انتم تنشطوا؟ 2015 بدينا. الله يبارك. واش درتوا 2015 لهنا بصفة عامة؟ بصفة عامة زيارة المستشفيات مثلا، درنا لي كوليكت باغ اكزومبل، كوليكت دو سون باغ اكزومبل، درنا غرفة رمضان، درنا بزاف نشاطات داخلة في البينيفولا بصفة عامة. يعني شكون هما أعضاء الجمعية؟ شباب، مثقفين جماعيين، شباب الحي، في عندكم الجنس اللطيف معاكم؟ يلا احكوا لي على عندنا جامعيين تاع باب زوار. أيوة. ولا مختلف الجامعات والتخصصات. عندنا ثاني ابناء الحي ثاني اللي يدعمونا، خليط يعني خليط كبير متنوع ومختلف الاعمار من 18 سنه ل 30 سنه. ما شاء الله. قبل ما نجي لك خلي هو نشاطكم الكبير كان في، راه حبيت نطقوا على باليش هذا. نشاطكم الكبير كان في رمضان هذا العام. في رمضان يعني. واش قدمتوا في رمضان؟ انت هو ايوب هكا؟ ايوب. ايوب ايوب. واش درتوا في رمضان ايوب؟ درنا انا قلت لك الجمل اللي بصفه عامه واش درتوا في رمضان؟ في رمضان درنا راه تفضل. درنا قفة رمضان يعني. أيوة. رحنا عطاونا في اينو، رحنا درنا. أيوة. جمعنا المواد الغذائيه هادو، جبنا لي ليست على العائلات المحتاجه ورحنا وزعنا هذه قفة رمضان. خير. بعد درنا تاع العيد موراها. ما شاء الله عندك صوت اذاعي بصراحه. والله عندك صوت. واش تقرا؟ واش متخصص؟ نقرا جيولوجيا. جيولوجيا علم الارض. لتحت في الارض، ارى الارض يسمى الصوت يخرج من تحت. طبعا مهدي، شتاء دافئ لنرسم الابتسامه، قررت باش يكون شتاء دافئ، كيف هي؟ ما هي الفكره؟ كيف راح تطبقوها في ارض الميدان؟ شتاء دافئ ان شاء الله نروحوا لتيزي وزو ان شاء الله، المناطق المعزوله. ايوه. كاين متبرعين تبرعوا لنا، نقدموا البسه. جميل. مواد غذائيه. ملاح. نشوفوا احنا نمشوا وين المناطق المعزوله هذيك، نشوفوا الناس اللي محتاجين. شحال انتم تلموا في هذا؟ عندكم مكتب تقريبا شهر ونصف. عندكم مكتب؟ عندنا مكتب مؤقت تاع محسنين، خطره مثلا يعطونا في الملعب، خطره يعطونا البلديه. بلديه الدار البيضاء نوفروا هكذا مكان على حساب النشاط اللي نقوموا به. ايوه. مثلا سقينا مخزن، نقصدوا ناس حقين هكذا. المكتب الان مازال ما عندناش مكتب فيكس يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. احكي لي على البرنامج هذا، راح يكون شتاء، لميتوا لبسه لباس واغطيه و صافا لمينا شويه، مازال يخصو شويه العفايس اليمونتير كما كان يخص السميد، كاين سمع العفايس اللي يسحقوهم لي لازمين، مازال يخصو شويه ان شاء الله نلقاو محسنين ان شاء الله يا ربي. البرنامج راح يكون فيه وقتاش تنطلق هذه العمليه؟ العمليه انا نحضروا لها شهر ونصف يعني، مازال شهر ونص. كي نوجدوا كلش بالك بروشان موا ان شاء الله ولا بروشان 15 جور سا ديبون، الا كان عندنا كلش نديروها. نعم. علاش خيرتوا تيزي وزو؟ انتم جمعيه محليه، علاش رايحين تيزي وزو؟
بصراحة حبينا نوسعوا النشاط تاعنا. اسمع ما يكونش غير الدار البيضاء. حناش غير تيزي وزو. في العاصمة ما عندنا بزاف جمعيات هنا في العاصمة تنشط. دونك حنا حبينا نقصدوا في البلايص المعزولين شوية. استهدفنا المرة اللي قبل استهدفنا عند فلار شفناهم جبنا لوبيطال كذا وانا حابين نقيسوا ولايات واحد اخرين وخاصة المناطق هذو اللي معزولين في البرد في كذا نوصلوهم حنا هذا واش انا حاب هذا هو الهدف تاعنا بروشان ان شاء الله. نعم جميل. ربما فيهم بالنسبه للمشاركين خاصه المتطوعين اللي يتطوعوا معكم كيف تتم العمليه؟ اي واحد يجي يتطوع معكم كيف الان محسن يتابع فينا حبوا يجيبوا لكم هذا اللباس ولا الاكل ولا المؤونه تاع الاكل؟ كاين عندنا باج على فيسبوك. مدها على المباشر معليش. جمعيه لينانسوم الابتسامه بالعربيه. جمعيه لينانسوم الابتسامه ايوه بالعربيه. يكونتاكتونا في فيسبوك كاين اللي يعيطونا في التليفون. وكي تجي يشوف عند المحسنين كاين اللي يحب يشوف يقول لك دراهم وين راحوا ولا من ذاك نانفيتيهم يجي يشوف كيفاش نخدموا يجي يشوف يشاركوا معنا يشاركوا معنا باش تكون شفافيه. عندكم امين مخزن وعندكم امين مال وعندكم يعني كل هذه الاشياء موجوده يعني كل شيء مدروس. ولينا بصيغه رسميه دوكا بصيغه رسميه عندكم بصيغه رسميه فوالا عندنا في 2017 حصلنا على نعم تبادل الجمعيات بيناتكم بين انتم الجمعيه وجمعيات اخرى فيه تبادل لو نقولوا جمعيه في تيزي وزه وجمعيه في طمناص تبع فينا ولا في اي مكان ويكون فيه تبادل بيناتكم ربما لا ان شاء الله ماذا بينا ان شاء الله في المستقبل يكون دونك كمعموم ما عندناش يعني علاقات كبيره مع الجمعيات بس كل واحد يخدم لكن الحمد لله التواصل خدمنا مع الجمعيات وصال درنا محفظه لكل تلميذ تشاركنا معهم وما كانوش عندهم لي مومب اللي يقدروا ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله. ختام ختام ايوب واش تقولنا في الختام او الدعوه اللي توجهها في الختام؟ نوجه كل شاب انه يتقدم معنا لهذا النشاط الجمعوي وبدا بينا حنا ثاني نروحوا بعيد في هذا المجال انه رانا مخصوصين طبعا انه الناس ماهيش تعرف الجمعيات هذوك ما بيش انا ما قدرتش نعرف المشكل انه انا حابين نوصلوا ميساج للناس. نعم هذاك صح شكرا كثير مهدي. الدعوه الختاميه والكلمه الختاميه. حنا الجمعيه تاعنا ماشي معروفه بزاف بدينا 2017 بدينا بصيغه رسميه ان شاء الله الناس تولي تعرفنا تولي تقصدنا ويجوا يشوفوا كيفاش نخدموا باسكو بشفافيه. كاين اللي يجي يقول لك دراهمي وين راحوا انا راني خدمت راني نصدق طبعا من حقه عادي يجي يشوف باسكو نانفيتيوهم باش بلاش يشاركوا معكم في هذه العمليه. نعم نتمنى يكون عندكم مقر دائم ان شاء الله. ان شاء الله كل ايفانمون كان يجي انا نانفيتيو فرد يشوف. كاين دار الشباب في الدار البيضاء؟ كاين دار الشباب كاين لي ميزون كاين مكتب التم ثاني ملاه يعني ان شاء الله. ان شاء الله في انا نشوفوا وعدونا يعطونا لا طيبين ناس شوف انا يعني علاقتي معهم طيبه جدا وناس شباب ومثقفين وراقيين جدا في هذا المجال. يعطيكم الصحة. الله يسلمك. نشكركم انتم على الاستضافة كل هذا الحضور معنا بتربي يوفقكم بحول الله. شحال في عمرك يا مهدي؟ يضحك شحال في عمرك؟ ضربني صح انا 20 سنه تويتر الله يعطيك الصحه. وايوب؟ ايوب 20 سنه. ومهدي؟ 28 سنه. الشفال تاع الفيلم وعليكم البلاد الشفال شفت الشفال شفت دوري نحو الشرق واحد من ارقى الافلام. تخيل انتم الجمعيه باش ترجعوا الابتسامه الان في اطفال يرجعوا في تاريخ الجزائر عن طريق مشاهد تمثيليه. احنا عندنا ركن عندنا برنامج استوديو الصغار اللي قدمه سيدي علي حداد ونحيوه غيكون معنا لحظات. عنده ركن في استوديو الصغار واش اسمه الركن سيدي علي؟ لنكتشف معا او نكتشف سويا. اليوم اطفال مدرسه العربي التبسي عاودوا الفيلم حتى لا ننسى نوفمبر. تخيل راحوا لغابة بينام ولعبوا ادوار تستو تاع الشيخ هذاك ايه عافية ايه وعليكم العافية بعث رستم بن ناصر العافية